بعد هذا قال رجل به طب، رجل به طب. هذا عند العرب من باب الفأر، ما يقول مسحور، ايش يقوله؟ رجل به طب مطبوب. وهذا اللي توضع الكسر يسموها جبيرة، وهي في الحقيقة كثيرة، صح؟ أي نعم. ويقول للأعمى بصير، وهو غير بصير، أعمى. ويقول للذي تلقط حية وعقرب، يقول له سليم، وهو في الحقيقة سقيم، صح؟ ويقول للأرض التي ليس فيها ماء ولا كلى، ها؟ مفازة، وهي في الحقيقة هلاك. ويقول لهذا الذي تصعد عليه سلم من ايش؟ من السلامة، وفي الغالب تسقط عنه، صحيح؟ اي نعم. ويقول للجماعة من الناس عندما تخرج في التجارة، ايش كان يقول عنها؟ قافلة، يعني راجعة، وهي في الحقيقة ذاهبة. فعندهم ايش؟ فأل. وعندهم تطير، عجب، غريب هذا. كان عندهم فأل وعندهم تطير، لأن هذا الباب الآن التطير. كانوا أيضا في القديم يسموا الأولاد للأعداء، يسموا الأولاد للأعداء، ويسموا العبيد له. يسمي الولد إيش؟ صخر وحرب وغضب ورعد وخالد وعلي، صح؟ لأن الجيش يسمع، القوم يسمع أنه جاء جيش. من في الجيش؟ قال في الجيش علي وخالد والمغيرة وأبو عبيدة. قال هزمنا، مفروض، لأنه خرج للمبارزة قبل أن تبدأ الحرب، لابد حتى يحمل وطيس، لابد مبارزة، يقف الجيش هنا والجيش هنا، ويخرج الأبطال الشجعان، الشجعان هم اللي يخرجون. فخرج من المشركين ثلاثة، الوليد يعني صغير، اسمه ايش؟ يعني صغير، هذا كيف يخرج للقتال؟ هذا ما يصلح للقتال. الثاني شيبة، شيبة يعني هذا مكان المستشفى ممكن على السرير، كيف يخرج للقتال؟ والثالث من هو؟ عتبة، يعني يعاتب على كل شيء. الثلاثة قتلوا، لأن الأسماء تدل على إيش؟ هذا أنا ما أقول هذا، هم قالوا هذا علماء رحمهم الله، تدل على ذلك. إذا عندنا باب مهم جدا بعد باب السحر، باب التطير. التطير الأصل فيه شرك أصغر، وقد يصل إلى الأكبر، يصل إلى الشرك. والتطير كثير إلا من رحم الله. التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، أزمن أو أمكن. بعض الناس يتطير بأشخاص، يقول أعوذ بالله، صبحنا بفلان، قول أعوذ بالله تطير شرك أصغر. هنا قال بومة، كلب أسود، يسمع صوت كذا، نعم، يده تحك اليمين أو اليسار أو ينكسر، يسقط هذا وينكسر، قال انكسر الشر أو خير. وعندنا يقول خير يا طير تطير، هو خير يا طير تطير. يأتي اتصال الشيخ من كوسوفا ولا من البوسنة آخر الليل، يقول والله يجعله خير، قول الله يجعله خير، هنا تطير. لماذا تتشاءم؟ يا اخي اعطيك اتصال اثنين بالليل، قل مرحبا، السلام عليكم، ها ماذا حدث؟ جاءت التركه 2 مليون او لا؟ تفاعل، لماذا تتطير تتشاءم؟ ليش؟ صح؟ ها؟ وبعض الناس يتطير بالاولاد الصغار، يعلم الاولاد الصغار، عندنا التطير والتعويذات، والله يعلم الاولاد الصغار. مثلا لازم نتكلم عنه الان، الولد الصغير يبغى يشتري دراجه او يشتري ايش؟
ايفون او بلاي ستيشن. تعرف البلاي ستيشن؟ بلا ستيشن. المهم هو يخير بين بلا ستيشن وايش ودراجة. فايش يصنع؟ قال يصنع الولد الصغير ايش يقول حال عندنا، يقول حالي بادي كومبو زبادي، شاله وحطه كله في هذه. ويم هذا استقسام بالازلام، استقسام بالازلام يعول الولد الصغير. هذا كثير عندنا وعندكم الا من رحم الله. او اراد ان يتزوج فايش يصنع؟ قال خذ ورده، خذ ورده، تزوجها ما تزوجها، تزوجها ما تزوجها، تزوج. استقسام بالازلام يحدث عند المسلم. الصغار يعلم الاولاد الصغار اذا سقط منه السن قال ايش تصنع؟ قال اذهب واستقبل، صنعتها اكيد، استقبل الشمس. وش تقول؟ تنادي الشمس من دون الله، شرك اكبر مخرج من المله. يقول للشمس تعطيه سن العروسه، سن الغزال، سن الاشهر، عباده صح للشمس كثير. مفهوم؟ المسلم لا يتطير، المسلم دائما ايش؟ يتفاعل. فيروس كورونا تقول نحن بخير ولله الحمد، صح؟ ولا تقول يأتي فيروس كورونا ولا شيء منها، ولا تقول أن الأمة الإسلامية هزمت وكذا، تقول والله في خير ونحن في نعمة وكذا، صح؟ نعم. وتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم يا رب. فالمؤمن دائما يتفاعل، لا يتشاءم، لا يتطير أبدا. وبعض الناس يتشاءم بالأرقام، برقم 5 وبالألبسة، وبعض الطرق يقول هذا الطريق حصل لي حادث أنا لا أمشي من هذا الطريق بعد اليوم، وهذا الثوب حصل لي كذا، وهذا القلم دائما أكتب به. لا، يشكل علينا بعض الناس بعد الدرس الله يرحمه والديه، بعض الناس يشكل عليه يقول طيب ورد إن كان الشؤم في شيء. نقول هذا الحديث يقول فيه أن هذه الثلاثة ليس فيها شؤم. الإسلام ليس فيه تشاؤم، الإسلام فيه تفاؤل. ما هو التطير وما هو التفاؤل؟ التفاؤل الكلمة الطيبة، كل ما يشرح الصدر كلمة أو شيء ترى أو اعتقاد أو كذا. والتطير التشاؤم، مرء مسموع أو معلوم، أزمنة وأمكنة وأرقام وغيره. الفعل مستحب، التطير شرك أصغر قد يصل أكبر. الفعل حال الموحد، التطير حال المشرك المنافق. الفعل حسن ظن بالله، التطير سوء ظن بالله. الفعل انشراح، التطير انقباض للصدر. إذا أردت أن تفرق بين الفعل والتطير تنظر إلى نصف كاسة ماء، نصف كاسة ماء. المتفائل يقول الحمد لله عندنا نصف كاسة ماء، والمتطير يقول نصف الكاسة فارغ. مفهوم؟ أي نعم. الفعل لا يجعلك تمضي ولا ترجع، التطير يجعلك تمضي أو ترجع. بالمثال يتضح، قال ما أمضاك أو ردك، كيف؟ معاذ أمرك لله، للذهب اللي كنا نمثل به هنا. معاذ محسن موجود، نعم. معاذ خطب مرة واتفق مع الولي على كل شيء، واستخار كل شيء تم، ثم قال ما اسم الزوجة؟ قال والله اسمها سعاد. قال الله يسعد أيامك. تقصد جعل يمضي أو يرجع اسم سعاد؟ لا، هو اتفق كل شيء تمام إلى هذا إيش؟ تمام. أمرك لله محسن. خطب امرأة والمهم متردد، هو يتزوج أم لا، متردد تردد شديد. فقال للولي قال ايش اسم الزوجة؟ قال والله اسمها صخرة. قال أعوذ بالله، عساها في رأسها، والله ما تزوجها صخرة. إذا ما أمضاك أو رجع تطير شرك أصغر. مفهوم؟ أو قالوا له اسمها مثلا سعاد وأقبل على الزواج، تطير. إذا التطير ما أمضاك أو ها
ردك لا ترجع إلا لسبب شرعي أو حسي. فقالوا له يا محسن تبغى تتزوج؟ نبغى في الزواج مخدرات. قال حرام. قال نريد حرام حلال، نبغى مخدرات ونبغى اختلاط ونبغى أغاني ونبغى دخان ونبغى خمر. قال والله ما تزوج، وأنا استخف والحمد لله. سبب شرعي. قالوا له نبغى 1,000,000 ريال مهر. 1,000,000 ريال؟ قال الحمد لله أنا استخفت. صحيح، هذا لم يتطير وتفاءل ولله الحمد.